شايفه ان في الاول وفي الاخر هي لعبه، يعني وقت ما بيكون في مصلحه الدنيا بتمشي، وقت ما فيش مصلحه الدنيا بيحولوها، وده الاعلام اللي احنا نعرفه. يعني في وقت مصالح خلاص الدنيا تمام، ودول اكيد ناس كويسه، ونبص للجانب الكويس. الدنيا وحشه لا غيروها. انت شايفه ان حماس الاهليه انا هم اللي ظاهر منهم ان هم المفروض ان هم المقاومه بتاعه فلسطين؟ انا شايفه ان اللي بيدافع عن وطنه مش ارهابي، لكن لو هيأذي وطن تاني ارهابي. رايك ايه مسؤولين السابقين بالتخبر معاه؟ هو الفكره طب ما هم كانوا عارفين ان هم شغالين قبل كده، اشمعنى ما ابتدوش يقبضوا عليهم غير دلوقتي؟ ودلوقتي قالوا لا. انا شايفه برضو ان في يعني في ناس عارفه هي بتعمل ايه، وبتعرف امتى تظهر دول وحشين وامتى تظهر نفس دول حلوين، بس طبعا مش اي حد يفهم كده، يعني هو في الاول وفي الاخر مصالح. والله وصف حماس بانها يعني حركه ارهابيه، اعتقد ان زي بالظبط وصف اي حد بيدافع عن البلد وبيحافظ عليها زي مصر هنا ان هو ارهابي. بالظبط كده، قول النهارده انا بدافع عن مصر النهارده ان الغلاء ده، قالوا لي انت اخواني، وانا ماليش دعوه بالاخوان خالص، ماليش دعوه بالاخوان خالص خالص. انت اخواني، يبقى انت اخواني، يبقى ارهابي لانها جماعه ارهابيه. يبقى حماس لو بتدافع عن قضيه معينه يبقى هي حركه ارهابيه. بالظبط كده، انت بتدافع عن قضيه وطنيه يبقى انت ارهابي. بالظبط، هو الوطنيه النهارده بدا النهارده للاسف ضد انا مش احنا شعوب للاسف عربيه مش متحضره. لما بنبص على فرنسا بتشيل رئيسها بكل سهوله، تقول مش عايزينك، عايزين رئيس تاني يجيب لنا الاحسن والافضل. جابوا ترامب الممثل المهرج عشان يجيبوا احسن من اوباما، يعني دي شعوب ومدني. المهم احنا شعوب للاسف للاسف. والله انا لسه بقول امبارح واحد مصري عايش في ايطاليا، بقول له ان شاء الله احنا جايين عندك ان شاء الله، هو بيضحك. قلت له لا، ما احنا نسيب البلد، البلد مش عايزانا. طبعا احنا عايزين نقول المفروض يبقى فيه الثبات على المبدا، ويبقى فيه يعني رأي واحد وموحد. إنما احنا كل يوم لما نسمع خبر يقول لجماعة حماس إرهابية وتابعة للإرهاب، وجماعة مش عارف ايه فتح تابعة للسلطة التنفيذية، ونسمع كل يوم أخبار من الحكومة، احنا كده بنشك في صبع ايدينا. انتوا تبع مين بالظبط؟ انتوا مين؟ ولا دول تبع ايه؟ انتوا بتشككونا ليه؟ انتوا بتكرهونا ليه في امه لا اله الا الله ليه؟ بتكرهونا في الدول العربيه ليه؟ ما فهمونا الدنيا ماشيه ازاي؟ الشعوب عايز تفهم، احنا عايزين نفهم الدنيا ماشيه ازاي؟ انتوا مع ولا مع ضد ولا بمصالحه ولا بارهاب ولا دول اخوان وخونه ولا دول ايه بالظبط؟ ما احنا انتوا ملخبطينا، مش فاهمين حاجه. ولا انتوا عايزين كده؟ ولا انتوا اهدافكم معينه كحكومه؟ ولا ايه بالظبط؟ ولا انتوا جوعتونا وقرفتونا وتعبتوا قلبنا؟ حزب الله ونعم الوكيل فيكم. اولا يعني بصراحه يعني ده يوم عن يوم بيثبت الاعلام المصري على اللي هو يعني الاعلام المصري خلاص مفيش مصداقيه، مفيش اي صدق، ولا في مصداقيه ولا في مهنيه ولا في اي حاجه تربط الاعلام المصري باللي بيحصل في الفتره الاخيره دي. لان بالظبط يعني انا بسميه سوري في الكلمه تطبيل. عاش الملك مات الملك. ولو الصبح محمد مرسي رجع، انا ما بقولش كده، هيرجعوا يطبلوا لمحمد مرسي. ولو السيسي مش لو مبارك بلاش محمد مرسي، لو مبارك رجع وفي عز الناس اللي هم بتهاجم مبارك دلوقتي هيقولوا عاش الملك. ان احنا وصلنا لدرجه ان الاعلام المصري خلاص ما بقاش فيه مصداقيه. انا كشخص انا ما بحبش اتفرج. هو عليه علامات استفهام. ايوه انا بالنسبه لي في علامات استفهام، ماشي، في علامات استفهام، في حاجات بتخلي الواحد ايه يعني مثلا انا ما بتدلش اللي انت ولاك. انا نعرف اللي انا مثلا اي حركه تصب في النهايه لمين؟ لمصلحه الوطن. انا شايف اللي هي حماس يعتبر بتصب لمصلحه شخصيه فقط لا غير. انا وجهه نظري انا ماليش دعوه بالاعلام، اللي هي بتدور على المصلحه الشخصيه قبل مصلحه الوطن، قبل مساحه الكيان اللي هي عايشه فيه. يعني السياسه يعني ما لهاش موقف ثابت، تمام؟
وطبعا الاعلام الموجود في مصر حاليا لفتره بيتبع السياسه اللي موجوده، ففتره من الفترات كانت حماس حركه مقاومه ومقاومه مشروعه، وكان الترند العام كده بيقول في فرق ما بين المقاومه وما بين الارهاب والكلام ده. اهو جينا في فتره بعد كده قلنا عليهم ان هم ارهابيين، جينا دلوقتي ما بقوش ارهابيين. طب ليه؟ يعني ده مربوط بالموقف السياسي اكتر منه ما هو مربوط بالموقف الحقيقي. الموقف الحقيقي دلوقتي ان حركة حماس نفسها غيرت مواقف ليها، وهو ده اللي خلى الجهات الرسمية تغير من مواقفها اللي قبل كده، ودخلت معهم في اتفاقات جديدة.